طبعا يا احمد، من الملفات المهمه جدا اللي كلنا عانينا منها كان ملف الكهرباء. يعني ما حدش يقدر ينسى النور اللي كان بيتقطع بالساعات. صحيح. يعني كانت مشكله كبيره جدا. الدكاتره اللي كانت بتعمل عمليات على كشافات الموبايلات، المصانع اللي كانت بتقفل عشان ما فيش كهرباء. ازمه كانت حقيقيه، تحدي كان كبير بيواجه المصريين قبل 2014. ازاي قدرنا ان احنا نتجاوز الازمه دي واصبح عندنا انتاج في الكهرباء وكمان فائض ساعدنا على تصدير والربط الكهربائي مع معظم الدول اللي حوالينا؟ ده اللي هنعرفه في التقرير اللي جاي. عاش المصريون معاناة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013. كانت فترات انقطاع التيار تستمر أحياناً لعشرين ساعة متواصلة في بعض المحافظات والأحياء بالقاهرة الكبرى، حتى جاء القرار السياسي بحتمية إنهاء هذا الملف بمنتهى السرعة. وخلال فترة قصيرة استطاعت مصر التحول من هذا الظلام إلى تحقيق فائض يتم تصديره عبر الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان، حيث تم تطوير شبكة الكهرباء القومية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، مع الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية لترشيد الطاقة بتكلفة مليار و420 مليون جنيه، مع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 2.476 مليار جنيه. أيضاً أولت الدولة اهتماماً كبيراً بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعاً بتكلفة 51.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة. ومن أهم المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه. ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعاً لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية تبلغ 41.8 مليار جنيه.